أنا أكيد هولي بأنه اليوم استمعت الجميع واستمعت أن الكل يعني في هذه الغرفة المهمة كتقول بأن جاء الوقت لأنه بلادنا غادي تمشي في الاستثمارات وغادي تمشي في الإنتاجية وبغينا نشغلوا الناس كتر بغينا تكون عندنا يعني واحد الأمور اللي هي واضحة وبغينا يكون عندنا واحد التوازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل وكذلك تعزيز آلية الحوار والمفاوضات في حل النزاعات ديال الشغل. وسمعت للإخوان ديال النقابات بأنه المشروع اللي كاين اليوم ما مقبولش ياك هادشي اللي فهمت، ولكن هادي شهور وحنا في نقاش باش تشوفوا كيفاش نفتحوا هادشي، يعني نفتحوا الآفاق باش يكون التوازن بين القطاع الخاص وبين القطاع ديال الشغيلة. وإن شاء الله حنا في الوسط، وحنا كيظهر لي بأنه غادي نتوصلوا مع السيد الوزير اللي قال لي بأنه نهار الخميس إن شاء الله في العشية يبدأ أول اجتماع ديال هادشي ديال القانون ديال الإضراب، ونتمنوا أنه نمشيو بسرعة يعني إن شاء الله في التنزيل ديالو، إما نكملوه دابا إما نكملوه في لا رونتري في سبتمبر إن شاء الله ويكون واجد لأكتوبر، وغادي نمشيو بالتوازن ديال شنقول لكم ما تكونوا لا نقابيين ولا أم ضفير، كونوا رب أسرة مسؤول. واحد بغى يستثمر أشنو هما الضمانات اللي خصو، والعامل خصو يخدم ويشتغل ويمارس الحق ديالو اللي عنده هادي 60 عام، خصو حتى هو يكون عنده الضمانات ديالو إلا بغى يدير الإضراب أو لا إلا بغى يتوقف أو لا إلا ما تخلصش أو لا عنده مطالب اللي هي يعني مشروعة وما كاينش اللي كيتفاهم مع أنفاس. فأنا كنقول هذا مشروع قانون الإضراب ديال 2024، نهاية 2024 غادي نكونوا إن شاء الله مع النقابات غادي نتسالموا ونتعانقوا ونقولوا إن شاء الله بأنه فضينا هذه الإشكالية، لأن غادي نكونوا لوجيك، غادي نكونوا لوجيك، ما كاينش لي زيكستريم ولا نديها لواحد البلاصة ولا واحد البلاصة، غادي نحاولوا نلقاو المسائل في حل أوسط.